لو دققنا النظر في خروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة لاستطعنا القول أن الإنسان يستطيع الحصول على مئات الدروس من هذه الحركة المباركة، بل آلاف الدروس، لأن الإمام الحسين كان كل حركة يقوم بها كانت تعد درساً. فإن كنا نتفاخر بأننا حسينيون، فأيننا من دروس الحسين؟ أليس الحسين القائل: موت في عز خير من حياة في ذل؟ أليس الحسين القائل: هيهات منا الذلة؟ أليس الحسين القائل: الموت أولى من ركوب العار، والعار أهون من دخول النار؟ فكيف بإنسان يعرف الحسين ويبكي على الحسين وهو يرضى بحياة الذل؟ كيف بإنسان يبكي على الحسين وهو لا ينصر المظلوم؟ كيف بإنسان يبكي على الحسين وهو يسرق الناس؟ كيف بإنسان يبكي على الحسين وهو يروج للفسق والفجور؟ كيف بإنسان يبكي على الحسين وهو لا ينصر المظلوم؟ كيف بإنسان يبكي على الحسين وهو يعيش تحت رحمة سلطان جائر؟ أم كيف بإنسان يبكي على الحسين وهو لا ينصر الحق ويرضى بالباطل؟ توقف عن البكاء وفكر، لماذا استشهد الإمام الحسين؟ لتعرف نفسك، هل أنت مع الذين نصروا الإمام الحسين؟ أم لتبقى كربلاء بين القلب والعقل؟